هي انوارت في جيتك كل الكويت بعد فخر الهندسة حصلتها بعد ما سافرت يفحدوا عني حي صفحة بيدك شلتها مرحبا يا اللي من امريكا لفت جايب الشهادة اللي نلها هي انوارت في جيتك كل الكويت بعد فخر الهندسة حصلتها بعد ما سافرت يفحدوا عني صفحة بيدك شلتها لاحت بوقات باشر وبديت أفخر بوقفات ما هملتها والله اللي بات نومس يوم جيت بالمديحة الناس ما جميلها بمدح الشبرين كلهم بيت بيت لابس عن العرب فضلتها طيب جد وطيب نسل وطيب صيت والمدايخ بالفعل دللها يكفي عقاب الكريم اللي قريت صفحت بالمال ما بدلتها جبلي في جمايله اعتزيت كل مدات الكرم قبرتها وسارت بمدح سلطان اعتلي والقوة فيه ما هملتها منهم طيره للفخر مهما حقيت باسمهم قصايدي جملتها ولم طير لا مدحته ما وفيت والله اني قد كل ما قلتها والله بعد فخر الهندسة حصلتها بعد ما سافرت يفحدوا عني حي صفحة بيدك شلتها لاحت بوقات باشر وبديت أفخر بوقفات ما هملتها والله اني بات نومس يوم جيت بالمديحة الناس ما جميلها بمدح الشبرين كلهم بيت بيت لابت عن العرب فضلتها طيب جد نسل وطيب صيت والمدايح بالفعل دللتها حي روس في فعايلها سريت في فعول الناس ما عدلتها يكفي عقاب الكريم اللي قريت صفحت بالمال ما بدلتها جبلي في جمايله اعتزيت كل مدات الكرم قبرتها وسارت بمدح سلطان اعتلي والقوة في فيه ما هملتها منهم طيره للفخر اسمهم قصايدي جملتها ولم طير لا مدحته ما وفيت والله اني قد كل ما قلتها والله اني قد كل ما قلتها 737 او من خارج المملكة ودول الخليج.